السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مس ندى ياسر معلمة اكتشف للصفوف الأولى. هناخد النهاردة درس بيتكلم عن الحقن. بيتكلم عن ايه؟ أصول علم الطب. هنشوف دلوقتي مع بعض. عندنا بردية اسمها إدوين سميث، بتتكلم عن ايه؟ بيقولك هي من أشهر البرديات في العالم لما تحتويه من أوصاف لممارسات جراحية وطبية مصرية، وسميت بهذا الاسم نسبة لمين؟ للتاجر بتاعها. يبقى هي ايه؟ بردية مكتوب فيها حاجات عن الطب، إذا كان الطب في الجراحة أو مش جراحة بس، الطب ليه أنواع كتير بس أكتريتها حاجات ايه؟ جراحية. بعد كده بيقول لك تمكن ام حطب من تحديد اكثر من 200 مرض. يبقى هو عرف كم مرض؟ 200. وعمل ايه تاني في حياته؟ وقام بعلاجه. بعد كده هنتكلم عن حاجة اسمها المصادر الأولية، وهو عمل فني أو كتابي موثق قام بتأليفها إحدى شهود الحدث الأصلي. يعني إيه؟ يعني حاجة مثلا حصل قدامي حادثة دلوقتي وأنا شفت بعناية، يبقى أنا الشاهد الأصلي، أنا شفت بعناية دلوقتي، فأنا روحت مثلا قلت لزميلي وزميلي بقى راح قالها لحد تاني. طب مين بقى المصدر الأولي، أنا ولا زميلي؟ أكيد أنا، لكن زميلي ده مصدر أولي ولا ثانوي؟ هيبقى مصدر ثانوي، لأن هو سمع عن الحاجة ما شافهاش بعينه. مثال زي البردية الفرعونية، لوحة جدارية، لقاء تلفزيوني مع إحدى المشاهير، أو وثيقة حكومية. اما المصدر الثانوي زي اللي انا لسه قايله عليه دلوقتي، ده هو اي شيء يصف المصدر الاولي، يعني زي ما زميلي سمع مني وراح حكى لحد تاني لكن هو ما شافش، او يفسرها او يحللها او يقيمها. مثال كتابه مقال او وصف العمل الفني، قصص الاطفال او الروايات. بعد كده هتكلم عن المستشفيات والفرق ما بينها في الحاضر والماضي. الحاضر اللي هو دلوقتي والماضي زمان. زمان كان في مستشفى قديما اسمها المستشفى المنصوري، وهي اول مستشفى بنيت في مصر في جنوب غرب القاهرة عام 872 ميلادي، وبيقول لك ان هي من اكبر المستشفيات التي تم بناؤها على الاطلاق. بتاخد كم مريض؟ تستوعب 4000 مريض. وبتحتوي على ايه؟ بيقول لك بتحتوي على قاعة محاضرات ومدرسة ودار ايتام ومسجد وكنيسة. عندنا ايه تاني؟ مستشفيات حديثا بقى دلوقتي، زي مين؟ زي مستشفى مجدي يعقوب. بيقول لك ان هي بنيت في مركز اسوان للقلب، انشئت في عام 2009. اول مستشفى متخصصة في امراض القلب للاطفال في الوطن العربي جميعا. تستوعب كام؟ 800 مريض. موجود جواها ايه؟ تحتوي على صيدلية ومختبر وحضانات وقسم طوارئ واقسام ولادة وانعاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.